أكثر ما يعاني من آلام العظام هم كبار السن، وتقل أنشطتهم البدنية كلما كبروا في العمر، وتتعرض المفاصل والعضلات للوهن وتتدهور حالتها تدريجياً، وتبدأ عضلاتك بالتراخي شيئاً فشيئاً. لم أعد أخرج من المنزل كثيراً بسبب التقدم في العمر والشعور الدائم بالإجهاد من أقل حركة. ولم يعد الأمر مقتصراً على الكبار فقط، ولكن العديد من أصحاب الأعمال المكتبية وسيدة المنزل وغيرهم ممن لا يبذلون نشاطاً بدنياً لدي خشونة شديدة في المفاصل، ولم أعد أحتاج للذهاب إلى جلسات العلاج الطبيعي. أنت بحاجة فقط لاقتناء وارا رايدر. وارا رايدر صمم خصيصاً لكي يوفر لكل هؤلاء أداء تمارين خفيفة وفعالة لتمرين عضلات اليدين والذراعين والأرجل والصدر والكتف، فهو يقوي عضلة الركبة وعضلة الفخذ مع تحسين كثافة العظام في الساعد وفي المعصم وتحقيق التوازن للجسم. وارا رايدر صممت خصيصاً لكي تمنحك أفضل نتائج تمرينات الجزء العلوي والسفلي من الجسم، ودون أن تضطر لمغادرة البيت، فمن خلال الحركة الدوارة التي تشبه بدال الدراجة فإنك تستطيع أن تمرن قدميك ومفاصل الركبة والكاحل، وكذلك تمرين اليدين والذراعين. وارا رايدر صغير الحجم ولكنه فعال تماماً ومناسب جداً لكبار السن والمبتدئين. وارا رايدر أعطاني كل ما أحتاجه في هذا العمر من سهولة في الحركة والقوة والنشاط والحيوية دون الحاجة لبذل مجهود بدني كبير. كل ما عليك فعله هو أن تجلس في مقعدك وتضع وارا رايدر أمامك وتبدأ في التمرين وأنت مستغرق في قراءة كتاب أو مشاهدة التلفاز أو غيرها من الأنشطة اليومية. وارا رايدر مزود بشاشة ديجيتال توضح لك الزمن والمسافة وعدد السعرات الحرارية المفقودة. اتصلوا الآن على الأرقام الظاهرة أمامكم واطلبوا وارا رايدر.